من ليس بعالم ممن هو مستعلم أو أخذ من العلم ما أخذ وهو شيء يسير، فمثل هذا إذا أدت أقواله مخالفة ونصح ونبه ولم ينزجر فإنه يحذر منه صراحة، يقال فلان لا تسمع له. بما؟ لأنك اعتمدت في تحذيرك على علماء بيّنوا ضلاله وبيّنوا أخطاءه وهو في نفسه ليس بمستقيم، كيف يكون عالما؟ لأن العلم الشرعي حقيقة هو الذي تظهر أماراته وعلاماته على صاحبه، هذا هو العلم الشرعي. ليس من ذلك أن يكون حافظا وأن يكون متقنا، هذا ليس بعلم، هذا حج عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: كل الناس يغدو، قال قبل القرآن حج لك أو حج عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها.